الله حي ماجوري. يا هلا يا مرح يا وانت سعودهم ما شاء الله تبارك الله. مرح احمد رحيب. ما شاء الله ابو رحيب مرحب. الله يجزيك. يلا عفوا بس نعرف مرانا مسعود. يا مرحبا مسهلا. يلا حي سعد. يا مرحبا طيان. ارحب ارحب يا مرحبا ومسهلا مشعل. هلا هلا مرحبا. شلونك طيب عبد الله الشريهي. هلا هلا ما فيك سلام. يا مرحبا ومسهلا. هلا عزيز ابن دم. هلا ابن دم. الله الله طير. الله كفو. السلام عليكم خالد الدوسري. شكرا شلونكم يا رجال؟ شلونك؟ الله يحفظك. طيبين؟ اخبارك؟ الله يحييكم. الله يعافيك. شارك هنا. شلونكم يا رجال؟ طيبين؟ شلونكم مرتاحين؟ شلون شلون صحتك؟ الله يعافيك. ما شاء الله. وش هالزين؟ الشيخ. الله يزين يومك. الله يرضى عنكم. سم. يلا يا ربي يا حبيبي. طيب شيخ ترى تروح يمين شوي. على يا اخوي تفرقوني بيني وبين الشيخ. سم شيخ. اقول مباشر. اي ولا تو؟ اي نعم احنا مباشر. كيف حالكم؟ عسى ما شلونكم يا رجال؟ طيبين ان شاء الله. الله يسعدكم ويحييكم ما شاء الله. حيا الله بسام. السلام عليكم. ورحمه الله. يا مرحبا وبركاته. شلونك يا خالد؟ مساك طيب. شلون صحتك؟ الله يعافيك. ما شاء الله وجهه مفقع باقي. لا لا حق النوم. لا لا الامور بسم الله عليك. الله يحفظك. شلونك؟ ارحب بسام. الله يحييك. يا هلا والله. هلا بالشيخ. هلا هلا. شلونك؟ الله يبارك طيب طمني عنك. يلا حيه ايامك. جاهزين يا شباب ننطلق؟ بسم الله. عشتي ما نوقف احنا يا شيخ دائما جاهزين. انا اشهد دائما منطلقين. ها اي ابشر ابشر ابشر. الله يبقيك ويسلمك. اصلا انا جيت لسبب ان قلبي حسيت ان فيه لا اللي قلبي معه ما هو يبي له قرايه. الله يسعدكم ويحفظكم. الله يرضى عنكم يا شباب. يا مرحبا بالشيخ والله. ننطلق يا جماعه الكنترول جاهزين؟ استغفرك الله. لا حول ولا قوه. ننطلق. يلا جاهزين يا شباب مستعدين؟ اموركم طيبه ان شاء الله. طبعا قبل ما ننطلق احنا انا المفترض اني امس لكن لي ظرف ما قدرت احضر. عسى ربي يوفق الشيخ علي الياسين حضر امس وانا جيت مكانه اليوم. ولا كالمعتاد احنا ان شاء الله اثنين واربعاء باستثناء هالاسبوع عشان ربي يسعدك. قلنا مباشره. اي يرفع لك يا شيخ من دخلنا مع الباب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد مع فقره عطاء. اليوم حقيقة يا جماعة يوم مختلف. يوم أنا أجزم أنه بيكون عن كل الأيام السابقة مختلف ممتع وجميل ورائع لروعة ضيوفنا ولروعة من سنتحدث عنها كما أخبرناكم وربما قرأتم في تغريدة القناة فيما يتعلق بحلقة اليوم. خلوني أرحب بمشايخي وضيوفي اليوم ثم إن شاء الله بنتكلم في مقدمة عن حملتنا لهذا اليوم. عسى ربي يتقبل منا ومنكم. شيخنا الجميل الرائع الشيخ طلال بن فالح الدوسري. يا مرحبا. الله يحييك نورت في محلكم ومكانك. الله يحييك ونعم بحالكم جعلني ماذا بعزم. الله يسعدكم ويكرمكم. امين. البقاء. الله يسعدكم. الله يحييك شيخ طلال الشيخ. والبقاء الله يسعدك. ونرحب حقيقي بضيفنا الاخر اللي دائما اذا جاء استبشرنا وقلنا ان شاء الله انه معه بشاره واليوم كنا مزعلني شوي عد ما ادري. الله يستر. والله نقول يا رب. انا اقول ان شاء الله يفرحنا وعدنا ننتظره ان شاء الله. ان شاء الله والله ما ظنتي ما ادري وانا داخل ماش لكن ان شاء الله اني يفرحنا ان شاء الله. نرحب بضيفنا الاستاذ مشاري الشمري. الله يحييك. المدير التنفيذي لمعاليكم زود لرعايه الايتام. الله يبجيك. الله يحييك. حيا الله الرفحه جميعا. الله يبجيك. يا مرحبا فيك. طيب يا شباب اليوم عندنا إن شاء الله المسابقة المعتادة مسابقة وقف اليتيم بمكة بيكون إن شاء الله في سحب في نهاية الحلقة على 300 ريال. لكن لأن اليوم يومنا مختلف
شباب ركزوا معنا وبيكون إن شاء الله